السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الأبر لمب أورثوزيس أو الأبر إكستريميتي أورثوتكس، واتكلمنا فيها عن الهاند أورثوزيس، واتكلمنا عن الهاند ريست أورثوزيس. هنتكلم عن الإلبو أورثوزيس. الإلبو أورثوزيس يعني الأورثوزيس اللي بتستخدم for the elbow joint. It may be static orthosis or dynamic orthosis. نيجي نتكلم عن الستاتيك اورثوزيس، يبقى معناها ان هي سبلنس، ومعناها ان هي will not provide movement. تمام. It is custom fabricated، يعني بتبقى في الغالب مصنعة according to the size and needs of the patient. تمام. بتبقى fabricated from the low temperature thermoplastics، وبتبقى applied على ال anterior volar surface of the elbow، على ال anterior surface of the elbow. بتستخدم طبعا to restrict movement for immobilization and fixation of the elbow after injuries to promote healing. ال patient ممكن طبعا بيستخدمها after removal of plaster cast، ولما يبتدي يحصل healing ممكن ال patient يعمل remove ليها for exercises and hygiene، يقدر يعمل personal hygiene بتاعه أو يعمل gradual exercises عشان to avoid stiffness of the elbow. تمام. طبعا مع ال exercises وال training ال patient ده ال range of motion بتاعه will be improved. لما ال range of motion يبقى improved، يبقى معنى كده ان ال angle اللي هقدر احط عليها تاني ال static orthosis for the elbow can be changed، يبقى اقدر اعمل لها adjustment according to the new range of motion. ال indications for static splints او static orthosis تبقى طبعا after burn to avoid contractures and tightening of the structures and to provide healing, promote healing for the burn, or after fractures for fixation and immobilization and to protect healing. برضو ممكن تستخدم after tendon repair, operation surgery for the tendon repair or nerve repair or vascular repair for protection of healing and to avoid contractures, tightness and contractures. وبرضه ممكن تستخدم في حالات الكيوبيتال تانل سيندروم، والكيوبيتال تانل سيندروم دي لايك الكاربال تانل سيندروم، والكاربال تانل بيبقى فيه انترابمنت فور ذا ميديان نيرف، لكن الكيوبيتال تانل سيندروم بتبقى فيها انترابمنت فور ذا ألنر نيرف. التايبس اوف البو ستاتيك البو اورثوز، اول حاجه هو الالبو ايموبلايزر. والالبو ايموبلايزر من اسمه ان هو هيعمل ايموبلايزيشن للالبو، يعني معنى كده ان هو will not permit movement، ومعنى كده برضو ان هو هيكون عامل فيكسيشن للالبو ان اكستنشن، وعاده بيستخدم بيبقى من بيبقى فابريكيتد من الفابريك، وبيبقى فيه ميتال انسيرتس انسايد ذا فابريك تو بريفنت موفمنت. بيستخدم عادة في حالات الأبر موتور نيورون ليجنز اللي بيبقى فيها هايبرتونيسيتي، يعني سباستيسيتي، معنى كده إن البيشنت ده يبقى لايبل إنه يحصل تايتنس ويحصل شورتنينج لي السوفت تيشوز تو بريفنت فليكشن ديفورمتي. الإنديكيشن بتاعتها الستروك، سيريبرال ستوب في حالات الهيميبليجيا، وفي حالات السيريبرال